أرسل رسالة عبر دولة ثالثة وقال للخامنئي: أنا أعرف أين تسكن. ترامب أيضا لديه خصوصيات. ترامب لا يتوانى عن استخدام القوة أو تصفية حتى خصومه السياسيين مثل ما فعل بقاسم سليماني وأبي مهدي المهندس. الآن كيف يتعامل؟ هل سيبقى على ذات القوة في التعامل مع الملفات الحساسة وبالذات الملف النووي الإيراني؟ فيما يتعلق باستعمال القوة، الرئيس ترامب من الذين يؤمنون بأنه يجب التهديد بالقوة للوصول إلى السلام. وعندما تتغير المعادلة ويكون هناك معارضة لذلك، عندئذ يستعمل القوة. نعم. بما يتعلق بمسألة قاسم السليماني، كان قد نبه إيران بأنكم إذا إحدى الفصائل قامت أدت أعمالها إلى مقتل أمريكي، فإنني سأنتقم بطريقة لم تشاهدون مثيلا لها. هذا ما قاله بالحرف الواحد لإيران للخامنئي. ثم قتل جندي أمريكي، وأول شيء عمله حكي مع رئيس هيئة الأركان، قال له: أريد أن تقضي على قاسم السليماني. انتهت المشكلة، تم القضاء على قاسم السليماني. كان يخشى من أن الخامنائي يقوم باعتداء على أمريكا نتيجة لمقتل قاسم السليماني. أرسل رسالة عبر دولة ثالثة وقال للخامنائي: أنا أعرف أين تسكن. That's it. وانتهت المشكلة، لم يحصل أي شيء. يعني هدد السيد الخامنائي بالقتل عندما قال له أعرف أين تسكن. كان عنده ليستة بكل أسماء المسؤولين الإيرانيين. آه. ولو أراد أن ينتقم من الخامنائي لفعل ذلك.